اليوم حنحكي عن كيف الجيل الخامس 5G حيحسن الخدمات للمجتمع، وبالتحديد اليوم حنحكي عن القطاع الصحي. اليوم عندنا خلينا نقول مثالين على كيف الجيل الخامس حيطور. أول شيء حقيبة الطوارئ يلي اليوم بكل سيارة وبكل بيت، إذا كان الجيل الخامس فينه يحسن مشان يعطي الشخص العادي يلي مثلي ومثلك يقدر يتصرف كأنه هو دكتور طوارئ. فيلي كنا نشوفه بغرفة الطوارئ اليوم صار فينا نشوفه عندك بالبيت، عندك بالسيارة، عندك بأي مول أو بأي تجمع. فالشخص فينه يفتح هذه الحقيبة اللي هي حقيبة الطوارئ المطورة، فينه يتواصل مع دكتور طوارئ immediately بغرفة الطوارئ، بيقول له إذا سمحت عمل هيك. نحن بغرفة الطوارئ شو منشوف؟ مقياس ضغط الدم، مقياس النبض، sugar level، إذا لنعرف ليش واحد أغمي عليه. كمان الدكتور يلي هو قاعد بغرفة الطوارئ فينه يشوف المشهد ب 360، فينه يشوف السيتويشن كلها، كيف الوضع، إذا كان في ازدحام بيقول لهم بعد العالم. فبصير بكل بساطة بصير الشخص الطبيعي هو دكتور طوارئ بالحالة نفسها. فهيدي أول مثال. ثاني مثال هو سيارة الإسعاف نفسها، فينا بالجيل الخامس نحولها تقريبا لمشفى متنقل. يعني اليوم فينا نخلي دكتور قاعد بالمشفى، أول شيء يشوف شو عم يصير جوات سيارة الإسعاف، فينا نوصل له. نحن عنا المثال هون الألترا ساوند، جهاز الألترا ساوند بصير ريموت ألترا ساوند. هلأ هو كمان الدكتور بده يقرر وبده يشوف. في عنا كمان الدكتور فينه يتحكم بإيد الممرض يلي موجود بسيارة الإسعاف، بنسميها نحن الهيلينج هاند. هو عبارة عن قفاز، الدكتور قاعد بالمشفى فينه يتحكم بإيد الممرض، يزيحها يمين أو يحركها شمال مشان يشوف تماما شو عم يصير بالحالة. لا سمح الله إذا كان في internal bleeding أو كسر، فينه يعرف تماما شو عم يصير، فيقدر يقرر الحالة قديش هي emergency وكيف أقرب مشفى فينه يعالج هيدي الحالة. نحكي عن الأكيوريسي، الدقة، دقة المعلومات. خلينا نحكي عن السرعة، التراست يمكن تأخذ شوية وقت. بتحكي عن صحة وبنفس الوقت connected 5G، ممكن الإنسان ما يكونش مؤمن فيها بشكل عام بالنسبة لهاي التقنية، وممكن يخاطر بصحة المريض. هلأ نحن الجيل الخامس هو بني على أنه يأمن ثلاث شغلات يلي اليوم الجيل الرابع ما أمن LTE يأمنها. هي أول شيء السرعة أكبر، ثاني شيء هي الليتنسي أو هي سرعة الاستجابة، يعني يلي نحن لازم نميزها عن السرعة، هو كيف النظام فينه يرد جواب. اليوم هيدا اليوم اللي هي ب 50 ملي سكند، ملي سكند جزء من الثانية على الجيل الرابع، بصير 5 ملي سكند هون. فالاتصال بصير ما بدنا نقول بصير أحسن من سرعة استجابة جسم الإنسان. وهيدي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة اللي خلينا نقول من أساسات الجيل الخامس هي الريلايبيليتي والأفيلابيليتي. أنه مثل ما قلت، يعني تخيل سيارة الإسعاف تطلع من الكفرج، مستحيل. فهو مشان هيك بناء الشبكة الجيل الخامس هي مبنية مع الجيل الرابع لتأمن هيدي الطبقة 100% كونكتد. فهيدي من أساسات بناء الجيل الخامس، أنه لازم نأمن هدول لنقدر نقول هيدا جيل خامس.